السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لأن الواحد بيحلم إن هو يشارك في كود بيم في الدول العربية، فكنت بشوف الرود ماب لبقية الدول، فشفت الرود ماب لأيرلاند، والصراحة يعني تحية كبيرة ليهم. نظام محكم، أول ما تدخل على الموقع بتاعهم وتلاقي هنا ده الكتاب، وتلاقي ده الصورة. تعال نفتح الصورة وبعد كده نفتح الكتاب. بالصورة واضحة جدا، بيقول لك مثلا احنا عندنا عشان نوصل ل 2021 ونكون جاهزين لتبني البيم لازم نمشي بخطوات، ما ينفعش نقول هنعمل لا، لازم يبقى فيه ستيب باي ستيب، واحدة مراحل كده تعدي عليها. ففي 2018 قسمها هو الاربع مراحل، كل مرحلة فيهم هيعمل جزء، مثلا هنا في الليدرشيب، في الستاندرد، في الادوكيشن اند تريننج، في البروكيورمنت. فهنا يبدأ مثلا في الجزء الاول هيركز على الادوكيشنال ويركز على الليدر شيب، هيعمل 1 2 3 وكاتبه مهمت ومميزين. في الجزء الثاني هيشوف بقى كلانت ريسورس، هيشوف الاسسمنت، هيشوف الاوبن بيم ادوبشن، في خطه معينه كل 3 شهور هيعمل ايه، كل 3 شهور هيعمل ايه. في 2019 هيعمل كذا كذا كذا، هم مكتوبين مهمت. فتقدر تحاسب الشخص دوت، مش يقول لك انا هخلي لكم ايرلندا دي جنه وتبقى ام الدنيا، وهو مش حاطط حاجه نقدر نقيس عليها. بيقول في 2021 احنا عندنا هدف ان احنا نزود الانتاجيه بمقدار كذا، ونقلل التكلفه بمقدار كذا، ونقلل التكلفه 20%. يعني حاطط قواعد معينه وارقام معينه تقدر تقيس عليها. وده الكتاب، يعني هنا مكتوب الحاجه، هنا بقى بيبدا يشرحها هنعمل ايه بالتفصيل. فشكلهم قعدوا سنين على ما عملوا حاجه زي ديت. كل جزئيه منهم فيها نقط معينه، بحيث في آخر السنة يقول لك أنا حققت 1 و2 و3 و4 و5 لسه وحققتهم. فيبدأ يحاسب نفسه، ويقدر الناس تحاسبه، والناس تقول له أنت في حاجة ناقصة، في حاجة المفروض نركز عليها. فده أسلوب علمي فعلا تقدر من خلاله تطبق أي حاجة تفكر فيها. يعني لو أنت عايز تطبق البيم، هعمل كده خطوات معينة، أبقى عارف أنا بعمل إيه. في ناس خبراء تقول لي دي تنفع هنا، لا ده الكلاينت ريسورس مثلا المفروض في الاخر، ده في الاول، ده المفروض نبدا بيه، نبدا بكذا، نبدا بكذا. ما اروحش حاططهم كلهم، بيقول لك انا عندي هدف نهائي في 2021 اكون حققت كل دول. طب ازاي؟ لا، مراحل وابدا اقيس بيها. فدي حاجه كويسه جدا. حتى لو خرجنا من البيم، لو انت مثلا بتفكر ان انت تحضر دكتوراه، فتبدا تحدد ده انا عشان ابدا في الموضوع دوت لازم اكون عملت مثلا ماجستير، او يكون عندي مثلا درجه معينه في الانجليزي، او يكون عندي شهادات معينه او حاجات معينه. فتحط كده اهداف، انا هبدا في الموضوع دوت بعد سنه، هبدا في موضوع الدكتوراه، بس في حاجات قبليها لازم تكون موجوده، 1 و2 و3 لازم اجهزهم، عندي مشكله في كذا هحلها، عندي تبدا تحدد الاهداف بتاعتك. ولما تخش طب هيبقى في تزامن مع شغل ولا لا. فالفكر نفسه، الترتيب نفسه بتاع الحاجه، حاجه تستحق كل الاحترام والتقدير.